من 2003 فاش تأسست الجمعية بدينا فيه في 2004. 2004 خدينا البادرة إلى يومنا هذا. يعني هذه الدورة 17، ولكن لو ما كانتش هذيك السنتين ديال الكوفيد كنا غنكونوا في الدورة 19. وهذا ما كيمنعش أننا من بعد هذا العمل هذا كنحسوا براسنا فعلا اننا رحنا قراب من الناس، قراب من الناس اللي محتاجين لهذه الوجبات ديال الافطار. وهذه الوجبات ديال الافطار هي كتكون في واحد المستوى كبير اللي فعلا خصنا نشكروا فيها الناس اللي هما جنود ديال الخفاء ديال هذه الخيمه هذه اللي ماشي من اليوم، واللي هما كاينين دائما متبعين معنا ودائما كيسالونا ودائما كيبغيو من حسن الى احسن. حنا النهار الاول بدينا بواحد 250 وما قداتناش الناس، ولكن رفعنا منها على داكشي اللي كان خاصنا. واليومين هذا البارح درنا 450، واليوم حنا دابا درنا ثاني واحد 500، وكنتمناو ان تقدنا وغادي في الارتفاع. المهم اننا كننشطوا وكنكونوا فرحانين وسط الاخوان ديالنا اللي كيجيو عندنا، لان كيجيو كيلقاو فعلا فطور تقليدي كما هما كيرغبوا فيه. يعني واخا غيبغي يشري على برا ما غاديش يلقاه لا في المحلبات ولا في الحوانت في هذه الوقيته هذه. ومهما كاين الحريره وكاين التمر وكاين مسيدي داناب وكاين الشباكيه يعني وفرماج حسب نهار او نهار لا يعني، وبيضه لكل مستفيد. وبهذا البيض باش كنشدوا حنا العبار، ملي كنديروا 450 مستفيد وكنعطيك واحد الارقام محدوده كنديروها بالبيض. ملي تيتقاضى البيضه لكل راس كنعرف راه الناس شحال جات وشحال مشات.